علاش ما تعملش فان منشو؟ اي سؤال معناها مشروع، لانه انا ربما اكثر شخص اخرج مسرحيات وان منشو. انا جن المحبه اخرجتها انا ليلة العمر اللي هي الوان منشو بتاع فيصل بالزين في 98 و99. جن المحبه مع كوثر الباردي، عملت إجا وحدك مع ريم الزريبي، في بالي ثم عمل آخر زاد أخرجت وان منشو. المفيد على أنا نعتبر وان منشو معناها تجربة ما ننظر لهاش بالطريقة اللي قاعدين نغزروا لها العباد وكأنها إساءة للمسرح، بل نغزر لها الشكل من أشكال العروض الفنية إن شاء الله تشتغل عليها العباد بأكثر جدية حتى تكون مساهمة في خلق. معناها كي تتوجد الوان منشو مش معناها فضل الجعايبي ما عادش يعمل تسونامي، معناها يلزم نحيوها كل الأحكام المسبقة اللي ولات العباد مشبرة سلاح على الوان منشو كأنه لأنه يجلب جمهور فهو خطيئة من خطيئات المسرح. لا، يجلب الجمهور، ماذا بين المسرح الكل يجلب جمهور. أنا بالحق واهق، معناها برشا تعرضت عليا برشا نصوص من نوع الوان منشو، قدمت وخرت وديما نخاف، لأنه ماذا بيا معناها طرحي يكون مغاير، ونحب نكون معناها وقت اللي نعمل وان منشو نكون في أبهى تجلياتي الفنية، ما نكونش معناها أبحث عن الربح المادي فقط. إن شاء الله تجيني حاجة تتمكني من أني نعمل وان منشو في مستوى رفيع.